مشاهدينا الكرام السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم الى هذه الورقه التي نخصصها للحوار مع الاستاذه الدكتوره نوال السعداوي اهلا بك دكتوره نوال في قناه الحوار وشكرا لوجودك معنا انت في زياره قصيره للندن ومع ذلك انت معنا فنشكرك اولا لنا بتعملي ايه في لندن انا دعيت الناشر بتاعي زد بوكس دعاني لانه بيعيد اصدار جميع كتبي مم. باللغه الانجليزيه الروايات والدراسات مم. فالعام الماضي دعاني كان طلع عدد من الكتب انت عارف انه هو الناشر الرئيسي لي في لندن مم. فالعام الماضي نشر اربع كتب وهذا هذه المره نشر اربع كتب فبيعيد نشر كتاباتي طيب وكمان انت القيتي عدد من المحاضرات ووسائل الاعلام البريطانيه منهم الجارديان والبي بي سي عملوا معك لقاءات وطبعا انت الان استاذه كرسي في جامعه اتلانتا بالولايات المتحده منذ ان تركتي مصر قبل ثلاث سنوات ويعني نعطي خلفية طبعا حضرتك يعني كان رفع عليكي قضايا في مصر اتهمتي بازدراء الأديان وأشياء أخرى وطبعا نحن يعني صعب ان نلخص يعني المشاكل التي تعرضت لها ولكن يعني باختصار شديد انت فصلتي من عملك وسجنتي بسبب كتاباتك صدرت بل واحرقت كتبك في في مصر على يد ناشرك الحج مدبولي وايضا يعني تعرضتي لتهديدات بالقتل كما قلتي ولكنك في خارج مصر يعني تدرسين في جامعات دوليه وحتى دعيتي لإلقاء خطاب امام البرلمان الاوروبي. يعني السؤال هو مبدئيا كيف تردين على من يقولون ان ارائك يعني هي متطرفه وصادمه وتفتقد لاي قاعده ثقافيه او شعبيه في مصر؟ والله انا احيانا لا ارد عليها لاني مشغوله جدا جدا بعملي دائما اي كاتب او كاتبه اي رائد او رائده في اي مجتمع بينال من الاذى لا تتصور حتى الانبياء مش كنبوا جراد المياه قذره على النبي محمد المسيح مش طلبوه يعني اي حد اي رائد اي انسان مفكر او انسانه بتطرح افكار جديده عن العدل او الحريه او المساواه طيب انت دلوقتي برئتي المحكمه براتك من التهمه التي كانت موجهه إليك وكان طبعا القضيه كانت هي يعني مطالبه باسقاط الجنسيه المصريه عنك ولكن المحكمه جر براتك فهل تنوين العوده لمصر بعد هذا؟ طبعا طبعا انا هرجع لمصر بعد شهر او اثنين لان انا يعني انتهيت من العقد مع الجامعه وجالي عقود اخرى ولكن يعني قررت ان اعود رغم أنك قلت في يعني في الماضي ان كنت على قوائم الموت ان في جماعات متطرفه وضعوا اسمك حتى رغم هذه التهديدات كما تقولين ستعودين لمصر طبعا طبعا لان كلنا مهددين يعني انا اصبحت موضوع الموت والحياه مع بعض يعني احنا بنولد او بنتربى على الخوف من الموت عشان يسيطروا علينا طبعا ما احنا لازم الخوف مبني في التعليم بتاعنا وفي الدراسه واحد المخاوف هي الخوف من الموت فحينما لا تخاف من الموت خلاص الموت ممكن يجي في اي وقت طياره ممكن تقع ممكن واحد ماشي في عربي راكب عربيه يحصل حادثه طيب يعني ربنا يديك طولة العمر طبعا مش عارف يعني مناسب او غير مناسب نقول ان حضرتك من مواليد يمكن 1931 31 واحد واحد ربنا يديك طولة العمر ولكن في يعني في الخطابة امام البرلمان الاوروبي انت هاجمتي امريكا وهاجمتي الازهر وهاجمتي النظام السياسي يعني هاجمت كل الناس وقلتي يعني ان الوضع في مصر يعني سيء للغايه وانه مثلا المراه في مصر اصبحت ممزقه بين التغطيه تحت اسم الدين او التعريه تحت اسم السوق وما الى ذلك يعني هذا الاحتفاء الذي يعني تلقينه في, في الغرب البعض يقول انه يعني بصراحه الان اي حد يعني يسيء الى الدين الاسلامي او يتحدث عن اضطهاد للمراه او للاقليات يعني الان اصبح في نوع من يعني لا نريد ان نقول التجاره ولكن هناك نوع من التعمد عند البعض ان يفعل هذا حتى يلقى مزايا يعني ماديه وادبيه في, في الغرب كيف تردين على هذا طبعا في انا اريد ان اقول هناك نساء ورجال بيهاجموا الاسلام فقط بيتاجروا وانا كتبت عن هذا بالعربية والانجليزية مم. في الماركت في السوق الس... التي تسمى سوق حرة السوق الحرة الرأسمالية الامريكية والاوروبية تشجع اي كاتب او كاتبة تهاجم الاسلام فقط مم. او العرب فقط او مصر فقط ولكن انت ايضا اتهمت بمهاجمه الاسلام وقلت انه يعني زي ما قلنا أنا هنا انا, لم اهاجم الاسلام لا 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 ما هو ده في اشاعات خاطئه انا يعني بقالي ستين سنه اكتب وعندي سبعة واربعين كتاب باللغه العربيه فالناس تحكم علي من اعمالي وكتبي انا بهاجم اي نظام غير عادل سواء عالميا او في الدوله اللي بعيش فيها او في الاسره اللي بعيش فيها لان ما فيش فرق بين الظلم داخل الاسره أو في الدولة أو عالميا كله متصل ببعض ولكن مثلا شرك الحج مدبولي عليه رحمة الله يعني مثلا عندما اتخذ القرار بحرق كتبك يعني قال أنه كله إلا الله سبحانه وتعالى إن أنت اتهمك يعني بالإساءة للذات الإلهية الذات الإلهية أولا غير الإسلام يعني حينما تنقد الذات الإلهية أنت تتعرض للمسيحية واليهودية وكل الأديان Oh. وليس الإسلام يعني أنا لم أهاجم الإسلام فقط لأني قعدت عشر سنوات أدرس الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوكية رحت الهند درست الجيتا mm -hmm. فأنا عندي يعني منطق معين في نقد الفكر الديني كله في العالم mm -hmm. وفي التاريخ وفي الكتب الدينية أنا عندي يعني موقف قوي علمي <applause> من هذه الاديان كيف <applause> نشات وكيف هناك كثير من الافكار داخل الاديان افكار طبقيه تضطهد الفقراء افكار ابويه تضطهد النساء افكار عنصريه تضطهد الاخر الذي لا يؤمن بنفس الاله الذي تؤمن انت به فانا كذا ده لكن الاسلام لا الاسلام ربما لما ندرس الاسلام ونقارنه بالاديان الاخرى القران نجد انه اكثر تقدما حتى فيما يتعلق بالمراه بالنسبه للمسيحيه بالنسبه لليهوديه اكثر دين قاهر للمراه اليهوديه الحجاب نشأ في اليهوديه وليس الاسلام. سناتي على هذا الموضوع انت آه. قلتي اصلا الحجاب ليس من ليس اسلاميا اسلاما وانه حتى خطوه الى الوراء اظن كان حديث مع صحيفه اسبانيه يمكن او حاجه قلت ان هو خطوه للوراء ولكن اذا بقينا مع موضوع الكتاب اللي احرق يعني من يتهمونك بهذه التهمه يستدلون على هذا بما ورد في الروايه وهي طبعا اسمها الاله يقدم استقالته في آه اجتماع القمه في اجتماع وهذه القمه هذه مسرحيه مسرحيه ايوه انه يعني مثلا ذكرت فيها انه السماء آه يعني ان بطله الروايه لا نريد امام النص ولكن باختصار انه بطله الروايه كانت يعني تبتهل الى السماء والسماء لا تسمع آه لها او يعني دون جدوى ايضا كان في كلام عن يعني كانه في نوع من السخريه من الحور العين و... والجنه يعني اعتبروا اعتبروا هذا هو يعني اساءه ل... للسماء واساءه ل... <applause> للمقدسات في الاسلام يعني ما هم يريدون تشويه سمعه انا عايز اقول لك الاتهامات دي ليست جديده م. وليست لي فقط وليست انها لكل انسان يفكر بطريقه مختلفه وجديده السماء طب هي السماء لا... لا تنطق والسماء بتتكلم السماء لا لما اقول يا سماء هل السماء بترد عليا؟ لا ترد. فالحور العين الحور العين مش في الاسلام فقط. يعني فكره الجنه دي من قدماء المصريين من ايام اوزوريس وايزيس. فكره الجنه والعقاب والثواب ما بعد الموت، فكره الحياه ما بعد الموت ليست اسلاميه. دي فكره من قدماء المصريين وموجوده في اليهوديه والمسيحيه. فانا لم انا بتكلم بطريقه علميه وبقارن بين الاديان سواء في كتب يعني طبعا هي السماء هنا هي رمز آه للذات الالهيه باعتبار الناس عندما يتوجهون الى السماء معناهم يتوجهون آه الى الله بالدعاء يعني ولكن انت قلت ان السماء بلا جدوى ان هذا بلا جدوى وكانه يعني هذا ما اخذ عليه اي شيء ما هم حينما يريدون تشويه سمعه اي انسان واي مهما. مفكر او مفكره يقولوا اي حاجه يقولوا اي حاجه يعني م. المهم ان الناس تقرا ان تقرا انهم لا يقرؤون يقرؤوا ويشوفوا ويفكروا انما هذا الـ الـ يعني التعصب الديني والسياسي بطريقه غريبه م. بدون تفكير شيء خطير جدا انا كتبي بتدرس في جميع الجامعات في العالم بيستفيدوا منها طب درسوا الكتب دي درسوها وشوفوها طيب برضه في نفس الكتاب انت يعني قلتي انه يعني حواء هي الاصل وليس ادم يعني ربما يكون ادم هو فرع من من حواء وليس العكس طبعا في المعتقدات الدينيه ان حواء خلقت من ضلع في ادم ومن هذا طبعا انت يعني كما هو معروف انك دعيتي ان الانسان ينسب الى أمه وليس آآ آآ والده وأنتِ نفسك سميتي نفسك يعني نوال زينب بدل من نوال السعداوي هذا يعني شيء صادم يعني ليس فقط على المستوى ال الديني ولكن على المستوى الاجتماعي يعني هذا المجتمع الشرقي لما نيجي نقول للرجل إن هو ينسب إلى أمه هذا الشيء يعني وفي الغرب أنا لا أقسم وحتى في الغرب وفي كل مكان يعني أنا لا أقسم العالم م إلى غرب وشرق م العالم كله آه عالم واحد ولا وليس هناك آه ثلاثة عوالم العالم الثالث وما م. إلى ذلك إحنا نعيش في عالم واحد تحت نظام واحد النظام الرأسمالي م. الخطير الاستعماري الأبوي في هذا النظام في إنجلترا هنا اللي الناس بيحملوا اسم الأب والجد no. في أمريكا كلها أنظمة أبوية الطفل بينسب الى ابوه بس واسم الام مجهول لكن احنا في بلادنا في مصر مثلا الطفل اللي, ما اللي ابوه غير معروف كان بيعتبر غير شرعي وكان عندنا 2 مليون طفل غير شرعي في الشوارع تعالج ازاي مجتمع يعاقب طفل او اطفال لان الاب منحل سياسيا يعني منحل اخلاقيا يعني لما يجي رجل يغتصب فتاه فتحمل فتلت الام مع ابنها هم اللي يدانوا لكن الاب ده اللي هو المذنب الحقيقي لا احد يدينه يعني انت انت تقولين ان نسبه الطفل الى امه ستعفي من ده اللي حصل آه. لا ده اللي حصل ان علاج ظاهره الاطفال الغير شرعيين في مصر حلوها حلوها بعد ما, ما انا اتكلمت والدكتوره منى حلمى كتبت مضت اسمها منى نوال ايضا وكان معاها عدد دى بنت حضرتك بنتى كاتبه وشاعره وكان معاها ايدها فى مصر عدد من الناس حتى الاسلاميين المستنيرين زي الاستاذ جمال البنا واساتذه كبار ونساء ورجال ايدوا هذه الفكره طب بس دي اسم حالة, الأم حاله فرديه يعني لا كام لا, 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 لا كام واحد في لا مصر سواء رجال او نساء بس اكمل اكمل فكرتي فهذه الحمله الفكريه بان اسم الام يجب ان يحترم ويكون له شرف زي اسم الاب يحل مشكله الاطفال الغير شرعيين وفعلا مصر السنة اللي فاتت غيروا قانون الطفل فاصبح من حق الأم التي لم تتزوج وأنجبت الطفل إنها تروح تسجل طفلها وهذا الطفل يكون شرعي يعني له حق يعني <applause> بس يسجل باسم مين؟ باسم الأم هذا أصبح آه قانون القانون الأخير بتاع قانون الطفل الجديد أعطى للأم للطفل حق ينسب لأمه ولا يكون طفل منبوذ ويصبح له حق يدخل المدرسة ويتعلم وأصبح للأم احترامها وهو ده, ده المنطق ده, ده الإسلام هو بيقول كده ده إذا كان النبي محمد لما سألوه قال, قال لهم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك والجنة تحت أقدام الأمهات طب لما نترجم هذه المبادئ الجميلة اللي في الإسلام الجنة تحت أقدام الأمهات أمك ثم أمك ثم أمك, ثم أمك لما نيجي نترجمها اين حقوق الام لماذا اسم الام يحتقر ليه وبعدين نعاقب 2 مليون طفل ونقول عليهم اطفال غير شرعيين هل دي انسانيه طب احنا هناتي طبعا لموضوع اطفال الشوارع يعني ضمن ظواهر نعم ظواهر اجتماعيه اخرى يعني موجوده في مصر مثل التحرش الجنسي وظواهر اجتماعيه اخرى قوارب الموت وغيره سنسالك عنها ولكن اذا بقينا مع يعني القضايا المثيره للجدل المرتبطه بك طبعا كما اسلفنا انك يعني تعارضين الحجاب وايضا يعني تعارضين ما يعرف يعني انه مبالغه المراه في التزين ومساحيق التجميل وما انت ايضا ضد هذا وكما انك ضد الحجاب يعني دلوقتي انت طبعا يعني عارفه في مصر وكثير جدا من الدول العربيه كيف ان الحجاب والنقاب يعني انتشر بشكل واسع جدا يعني انت انت ضد تسبحين ضد التيار لانه واضح ان الشارع يعني كله ضدك يعني غير ليس صحيح فقط ليس فقط المثقفين بدليل انهم يرتدون الحجاب ويرتدون النقاب ايضا غير صحيح يعني انا عاوز اقول صحيح في رده في رده الى الوراء ايام هتلر ما كانوا الشعب الالماني بايه هتلر وبيأيد النازية ومصريين آه بس الحجاب ليس نازية يا دكتورة الحجاب ورد في اصول الشريعة الاسلامية يعني هناك أحاديث أنا, أنا, أنا أنت قرآن. مش بتديني فرصة أكمل أه, آه. مش بديني فرصة أكمل فكرتي أنا عاوز أقول يكون إيه أن الأغلبية لبسوا حجاب ليس معنى ذلك أن الحجاب صحيح كون الأغلبية سقفوا للسادات ليس معنى أن السادات كان ماشي في الطريق الصحيح بي آه آه البرلمان بيسقف لليمين واليسار والوسط الشعوب بسبب الجهل بسبب التعمية التعمية بالإعلام والتعمية في التعليم الأساتذة في الجامعات لا يعرفون لا يعرفون لأن التعليم لا يعلم الحقيقة فإذا الأغلبية من الناس مش بتكلم عن مصر وأنا عايشة في أمريكا بقالي ثلاث سنوات وبدرس في الجامعة زملائي أساتذة الجامعة في أمريكا ما عرفوش ما بيعرفوش في السياسه ولا في الاقتصاد لانهم درسوا الراسماليه وبيأيدوا جورج بوش كانوا بيأيدوا جورج بوش لما تسألهم جورج بوش راح حارب في العراق ليه؟ يقولك لك علشان يحض يعمل حضاره في العراق او يحرر النساء ما يقولوش البترول رايح يستغل البترول أيوة فإذا التعليم لا يعلم فكون الأغلبيه في مصر أو في أي بلد أخرى الاغلبيه في النساء في مصر لبسوا حجاب الاغلبيه النساء في انجلترا وفي امريكا بيحطوا ميك اب مساحيق الاغلبيه من النساء بيحطوا مساحيق والمساحيق مثل الحجاب يعني حجاب مختلف من المساحيق ليس معنى ذلك انهم صح ولكن أه ولكن موضوع صح وغلط موضوع انه يعني طبعا حضرتك عارفه انه الحجاب عليه ادله شرعيه ثابته في الدين, في الدين الاسلامي في حديث من حديث قال نبوي صحيح في موجود في القران وطبعا انت سمعتي عن الدراسه الدراسه العلميه اللي طلعت مؤخرا انه الشعب المصري هو اكثر الشعوب تدينا على وجه الارض العلم فيه حقائق مزيفه كثيره يعني الطب فيه حقائق مزيفه، يعني ما ناخدش حاجه مقدسات، انا عقلي الابداع هو انك تتساءل تطرح اسئله في كل شيء حتى العلم، الطب عمل اخطاء كثيره زي فيما يخص ختان الاناث وختان الذكور. يعني دلوقتي حقائق الطب تؤكد ان ختان الذكور وختان الاناث مضر صحيا وطبيا للاطفال من عشرين 30 سنه ما كانش ده موجود فاذا احنا لازم نثير الجدل انت بتقولي بيقولي عليك مثيره للجدل ده لازم نثير الجدل الجدل شيء صحي لا يمكن ان يتطور مجتمع دون جدل يعني دون اسئله لازم نتساءل وانا ضد حجاب العقل يعني انا معظم كتاباتي ضد حجاب العقل وكمان ضد المساحيق ما اسميه الحجاب البوست مودرن وضد تغطيه الوجه م. وضد الزيف وضد النفاق الديني او السياسي لازم نطرح حقيقة. يعني انت تعتبرين ان التدين الموجود في مصر ليس حقيقيا في رايك؟ لا احنا في رده احنا في رده دينيه خطيره هي رده سياسيه بتخدم الاستعمار الخارجي والديكتاتوريه الداخليه دي رده فكريه خطيره ان احنا نضيع وقتنا في نقاش حول النقاب ام الحجاب؟ ما ايه ده؟ ما هذا؟ يعني لازم نناقش الازمه الاقتصاديه في العالم نناقش الطاقه النوويه طيب عشان ننقل أه على 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 قضايا على قضية اخرى أه يعني أه يعني انت قلتي ان الحجاب هو خطوه للوراء يعني ليه الحجاب في حد ذاته يعني هو لازم يكون يعني خطوه للوراء يعني ف... ليس الحجاب فقط أه. أه كل التشكيله الفكريه السياسيه الدينيه عوده الى الوراء مش الحجاب ده الحجاب ده بس ظاهره لانه ظاهر أه. فما بال زي ما يقولك التفكير المتخلف لان الناس بترجع للوراء التاريخ مش بيمشي يعني في الى الامام انا انا متفائله مع التفاؤل لان الامل قوه التاريخ بيمشي صحيح بيتقدم الى الامام لكن بطريقه خطوه خطوتين الى الوراء وخطوه الى الامام خطوتين الى الامام وخطوه الى الوراء احنا في خطوه الى الوراء رده في العالم شوف الازمه الاقتصاديه دي نتيجه ان هذا النظام الراسمالي الطبقي الابوي لا يصلح لاي اي نظام غير غير انساني لا يصلح مش هيمشي فعشان كده بيتفكك الازمه الاقتصاديه دي ظاهره جيده لانها بتدل على ان النظام العالمي والنظام المحلي والنظام العائلي كل الانظمه دي مع بعض ليست انسانيه ولازم تتغير لازم طيب دلوقتي انت انتقدتي الازهر في خطابك امام البرلمان الاوروبي وقلتي انه هو كان دايما مع الحكومات يعني السؤال هو ماذا تاخذين بالتحديد على الازهر الازهر مازال يعني رمز ديني محترم عند انا ابويا اتخرج من الازهر آه. وكان ناقدا للازهر الازهر دعا للملك فاروق انه يعيش مدى العمر وانه كان عظيم الازهر تعاون مع الملك ومع الانجليز فيعني تيارات دينيه كثيره تعاونت مع الاستعمار فيعني عاوز اقول الازهر ليس شيء مقدس هنعبده الازهر ده كمان هنعبده لازم ننقده لان التعليم الازهري لازم يلعب دور في الابداع ابداع الفكر ما يكونش سجن للعقل طبعا الازهر كان من ممن رفعوا عليك القضيه الاخيره بسبب كتابك الاخير وطبعا هناك من اتهموا الازهر انه اصبح يصادر كتب وما الى ذلك ولكن طبعا فضيله الشيخ الازهر نفى هذه التهمه وقال انه ليس من صلاحيه الازهر اصلا ان يصادر أي. آه. يعني الشيخ شيخ الازهر اكثر تقدما آه. من الازهر الازهر ليست وظيفته أن ينقد الأعمال الأدبية والفكرية والمسرحية مم. الفن ينقض الفنانين الأدب ينقض الأدباء وما إلى ذلك مم. لكن أنا أبو سلاقي رجال دين ينقضوا مسرحية ويقولوا دي حلال أو حرام أو يعني الفن الفن ما فيهوش حلال وحرام الفن فيه فكر يناقش لكن ما تقولش لأ ده ده اصل ده حرام ما تكتبش، لا اكتب في كل شيء. بس لو في مساس بالمقدسات في بعقائد الناس يعني, يعني مش هتكتب حاجه بقى، ما هو كل شيء تتكلم في الحجاب يبقى مساس، تتكلم في في اي حاجه يقول لك مساس بالدين، ما الدين في كل حاجه. في بيدخل في حياتك في, في في البيت، في الاسره، في غرفه النوم، في الجنس، في السياسه، في الاقتصاد، في كل حاجه الدين بيدخل، ما تتكلمش في حاجه بقى. فاذا ما هو الدين انا عاوز اقول يعني خلينا نفكر علينا ما هو الدين وهل الدين ثابت هل المسيحيه ثابته ابدا ده في تيارات دلوقتي مسيحيه ناقده تماما للانجيل خالص وبيقولوا المسيح كان امراه سوداء ده تحليلهم السياسي والتاريخي للمسيحيه ايضا اليهوديه أو ولكن دي تيارات متطرفه <applause> لا, لا 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 تمثل لا لا ابدا لا لا. يعني المين ستريم او اللي هو التيار الرئيسي <applause> للمسيحيين حول العالم يعني بس اصل المين ستريم ليس هو الصحيح من قرر هذا؟ كده لان هو التاريخ كده مين اللي بيغير الرواد؟ المين ستريم زي النهر اللي ماشي كده ده المين ستريم اللي بيغير المين ستريم الرواد المفكرين اللي اتحرقوا زي جاليليو أرسطو وكل الناس دول اينشتاين يعني معناه ان حضرتك متوقعه مثلا في يوم من الايام ان الافكار اللي دعيتي اليها اشرنا اليها مثلا بالنسبه لتغيير مثلا اسم مثلا الوالد الى اسم الام لا ممكن, لا 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 ممكن هذه الافكار تجد طريقها للواقع يعني طبعا طبعا بس انا ما قلتش الوالد يتغير اسمه الى الام انا قلت الطفل يحمل اسم الام والاب والاطفال اللي ليس لهم اب يحملوا اسم الام ويكونوا شرعيين انا قلت ده ودي هي العداله والمنطق وهذا هو الدين الصحيح طبعا مية 100% افكاري ستكون هي النهر وستكون هي المين ستريم في المستقبل القريب جدا انا بقول لك مصر قريب جدا يعني اذا كانت يعني مصر غيرت كم سنه مثلا السنه دي السنه اللي فاتت مصر عملت قانون جديد للطفل طب ما ده تغير واصبحت الام المصريه تقدر تكتب اسمها تدي اسمها لابنها ويكون محترم ولا حقوق الانسان م. الطفل ده فاذا حصل تغير في مدى اهو سنتين ثلاثه م. فما بال المستقبل ما بال المستقبل هيتغير كل ده وسنصبح مجتمعات انسانيه طيب يعني عندنا قضايا اخرى طبعا هنكمل ف... مع حضرتك مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود اليكم فابقوا معنا الحوار ابعاد لا تنتهي مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا الى هذه الورقه التي نخصصها للحوار مع الدكتوره نوال سعداوي حضرتك كنت بتقولي في الفصل انك يعني مضيتي باسمك نوال زينه السيد في الروايه الاخيره لك وهي زينه آه طبعا يعني انت باسم امي وابي اه ولكن لا تتوقعين يعني انه هناك ادباء يعني اخرين سيتبعون هذا الطريق طبعا في المستقبل في المستقبل, في المستقبل. طيب عايزين ننتقل يعني الى يعني مجال اوسع وهو م. مثلا وضع المراه في مصر طبعا حضرتك متابعه رغم انك يعني في خارج مصر من ثلاث ولكن فعلا في تطورات مهمه حصلت في الفتره الاخيره مثلا عندنا انه يعني اصبحت الام المصريه تستطيع عن تورث الجنسيه لابنها من اجنبي تم انشاء مجلس قومي للمراه اعلن النظام عزمه على تخصيص كوتا او يعني عدد معين من المقاعد للنساء في البرلمان واخيرا تم تعيين وزيره للسكان وشؤون الاسره هي الدكتوره مشيره خطاب يعني الى اي مدى يمكن ان تقرب هذه الخطوات في رايك المراه المصريه من نيل حقوقها طيب ما يعني عايز اقول النساء في العالم الراسمالي الطبقي الابوي بقوا وزيرات خارجيه هيلاري كلينتون وزيره خارجيه وكانت مرشحه رئاسه الجمهوريه كونداليزا رايس تاتشر كانت رئيسه وزراء وزيره الدفاع في النرويج امراه واكثر عسكريه من الرجال يعني عاوز اقول ايه الدكتورة نوال سعداوي يعني اعلنت في يوم الايام رغبتها في الترشح لرئاسه الجمهوريه في مصر ايوه ايوه طبعا اعلنت ك ك ك رمزي آه. وكشير رمزي وعرفت انهم هيمنعوني آه. يعني لكن عايز اقول المشكله مش ان امراه تبقى رئيس الدوله او وزيره خارجيه او وزير الدفاع م. المهم عقليتها هي م. يعني مش المساله مش مساله جنس الاختلاف في الجنس يعني المراه مختلفه بيولوجيا عن الرجل فلما تبقى وزير الدفاع تبقى افضل انسانيا من الرجل غير صحيح احنا عايزين نغير العقليه فانا ببص اشوف صحيح في مصر حصل تقدم قانون الطفل اولا قانون الطفل الجديد ان الام الغير متزوجه تعطي اسمها لابنها ده مهم قوي ان في عدد من المقاعد للنساء في البرلمان كويس كويس يعني ده تشجيع لهم الى حد ما الى حد ما رغم ان انا برضو ضد مساله الكوته لكن في مرحله معينه مهم تشجيع النساء تعيين وزيره لا يهمني كثير اذا كانت عقليه هذه الوزيره تشبه عقليه الرجل فلا فرق زي ما بقول لك تاتشر ولكن بالنسبة مثلا لموضوع الكوتا للنساء آه. في, في البرلمان يعني ما هي أهمية وجود عدد معين عدد أكبر يعني من النساء في البرلمان اذا يعني في غياب اصلاح سياسي حقيقي يعني ايه طبعًا. الفايده انه النظام يجيب مجموعه من النساء يدعمونه زي ما الرجال بيدعمونه بشكل آه. آه كيه. ما انا بقول لك انا لست مع آه آه ابدال امراه برجل او رجل بامراه او المهم البرلمان ده هل يصفق برلمان التصفيق ام برلمان النقد طب وهل وكيف, وكيف عمليه الانتخاب وهل, وهل هذا النظام يعني فعلا جاد في الاصلاح السياسي في ما اعرفش اسال اسال النظام لا انا <applause> انت عن رايك <applause> انا ما اعرف انا طبعا انا اريد ان اقول ان جميع الانظمه في العالم غير ديمقراطيه مش بس النظام المصري النظام الامريكي غير ديمقراطي و... يعني هذه حجه له انه يعني <applause> لا مش حجه بس انا عاوز اقول ان احنا نحط بلدنا في 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 العالم مش مصر مش جزيره منعزله مصر بلد في العالم ولكن هذا الكلام يقول يقول النظام مثلا عندما يتم الحديث مثلا عن الفساد اه ان الفساد موجود في العالم كله الديكتاتوريه دك... يعني انتوا أنت رددين يعني حرج لا. النظام في الدفاع عن نفسه وعن غياب لا اصلاح لا انت عارف سياسي اننا حقيقي اننا ناقده للنظام جدا اه. وكل حاجه بس اللي انا عايز اقوله ايه ان احنا ما نتشطرش على النظام بتاعنا بس مصر جزء من العالم سوريا جزء من العالم من العالم الكبير، نحن نعيش في عالم واحد وليس ثلاثة عوالم فمش ممكن تيجي للجزء وتعمل ديمقراطية وتعمل اشتراكية في حين ان الكل رأسمالي طبقي ابوي دكتاتوري يعني معناه م... نبطل نشتغل من اجل الديمقراطية لا في مصر لا. ونبطل لا. ن... انا عايز اشخص الاول اه ان احنا جزء من هذا الكل احنا جزء من هذا الكل متاثرين احنا مستعمرات احنا مستعمره كنا مستعمره بريطانيه اصبحنا مستعمره امريكيه احنا لسنا مستقلين ابدا احنا شوف اللي بيحصل في العراق شوف اللي حصل في طب ازاي نخرج من حاله الاستعمار دي آه. الشعب المصري ينظم نفسه الشعوب جميع الشعب الامريكي ليه ما فيش ديمقراطيه لانه غير منظم الشعب الامريكي غير منظم الشعب المصري غير منظم بدون تنظيم لا يمكن لاي شعب ان ينتظم ازاي ازاي ينظم نفسه تنظيم هقول لك ازاي في حاجتين الوعي والتنظيم ومن هنا شعار رفع الحجاب عن العقل الشعب المصري ليه مش بيتنظم لانه غير واعي ليه هو غير واعي لان المفكر او المفكره اللي بيكتب ويحاول يوعي الشعب بيطرد او يتسجن او او يحصل له اي حاجه من الذي يسيطر على الفكر في بلادنا في مصر وسوريا والعراق والعالم وامريكا هم المفكرين والكتاب اللي بينافقوا الحكومه اللي عايزين يعيشوا ويبقوا اغنياء ويعيشوا في البلد في امان ويربوا اولادهم ويبقوا وزراء ووزيرات ودول هم اللي بيسندوا دول أعمدة النظام ودول هم اللي بيعملوا الحجاب على العقل دول هم اللي بيساعدوا على تضليل الشعب في أي بلد مش بس الشعب المصري تضليله ولكن ف... هم جزء من النظام جزء من النظام آه. فعدم الوعي لأن الشعب الشعب هيجي الوعي منين؟ يا إما من المدرسة يا البيت يا الكتاب والثقافة العامة اذا كان كل ده بيضع حجاب على العقل طب معناه انك لازم تكون متشامه وليس متفائل لا, لا بس خلينا شويه منين الوعي يجي أه. ما يجيش التنظيم لما الشعب يعي ويعرف اهميه التنظيم السياسي يقوم يقدر يقاوم انا كفرد اتقتل ممكن القضاء على الفرد لكن ما تقدرش تقضي على شعب وشعب منظم ولازم نقرا التاريخ ما فيش شعب تحرر من غير ما عمل احتجاج ضخم واسقط حكومته. وهل هذا ممكن حدوثه في مصر؟ طبعا طبعا واكثر ده يمكن اكثر شوف المظاهرات يعني بتتكلمي عن ثوره مثلا يعني؟ طبعا طبعا بس مش ثوره في ثورات غير صحيحه. ثورات غير صحيحه زي مثلا من يومين ثلاثه هنا في لندن. مش في مئات الناس خرجوا احتجاجا خرجوا على العشرين. على مجموعة العشرين. نعم. البوليس ضربهم م. ليه البوليس ضربهم؟ لأنهم غير منظمين لأنهم غير أقوياء لما تبقى قوي ومنظم البوليس ما يقدرش يضربك لا بس مصر فيها مليون عسكري أمن مركزي يعني شفت شفت بقى يعني طب يبقى معناه ما فيش أمل يعني لما يبقى فيه 10 مليون منظم وهل هذا سيحدث في مصر؟ ليه لا إمتى؟ لما؟ إحنا في مصر كم واحد استنى 80 مليون 80 مليون لما في مليون عسكري لما يبقى في 2 مليون منظم هيغلبوا العساكر ما هي كده مسألة قوة وده هيحصل في مصر 100% إمتى؟ إمتى آه إمتى يتوقف على الوعي والتنظيم كل ما كان الفكر كل ما حجاب العقل يرفع وده مسؤوليه الكتاب والادباء والمفكرين والصحفيين طيب بس عشان عايزين نفوت دلوقتي ل يعني ظواهر اجتماعيه مهمه طبعا انت اصلا طبيبه وعملت في القصر العيني وفصلتي من عملك بسبب كتاباتك وطبعا دخلتي السجن واظن اخر مره كانت في عهد الرئيس السادات سنه 81 بس يعني انت كان دايما عينك على المجتمع ودايما كنت في كتاباتك تركزي على الجانب الاجتماعي ليس السياسي فقط، طبعا كما ذكرنا انه في ظواهر اجتماعيه عديده الان كثيرون يعتبرونها غريبه على مصر، منها مثلا التحرش الجنسي انه هذه في راي البعض ظاهره خطيره حاليا، طبعا السيده قرينه رئيس الجمهوريه نفت ان يكون التحرش الجنسي ظاهره واكدت انه مجرد يعني شيء محدود وليس بحجم ظاهره، ولكن في ناس على الانترنت حطوا صور لعمليات يعني تحرش جماعي في في الشوارع كيف ترين هذه هذا هذا الاشكال انا ضد فصل التحرش الجنسي عن التحرش الاقتصادي والسياسي مش منفصلين الفقر تزايد الفقر في مصر والفقر تزايد في مصر منذ السادات منذ اصبحنا مستعمره امريكيه زادت الهوه بين الفقراء والاغنياء دلوقتي خمسين في المية من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر الشباب لا قادر يتجوز ولا قادر يشتغل بيهاجر وبيسقط وبي... في المحيط وفي البحر فحال الشعب المصري تعبان جدا 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 سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وجنسيا بقى تبع ده لان الانسان لما يبقى محبط اقتصاديا وس... وسياسيا واجتماعيا هيجي الجنس معاه و... هيبقى في قهر جنسي و... 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 ونفسي وكل شيء. فده تفكك المجتمع التحرش الجنسي وده مش في مصر بس. انت عارف في امريكا الاساتذه زملائي في الجامعه الاساتذه الرجال بيتحرشوا بالتلميذات وكل يوم في الجامعه في مشكله عن التحرش الجنسي في الجامعه. لدرجه عملوا اجراس منبهه في الكامبس. في حيث ان البنت وهي راجعه بالليل وحد يتحرش بيها تضرب بتاع جرس يجي السكيورتي تيجي الامن. كما ان ظاهره التحرش كما يقول كثيرون ايضا يعني ليست جديده في مصر وانت نفسك يعني قلتي مره في حديث انك انت كنت تتعرضين للتحرش طبعاً. طبعاً. الجنسي. طبعا في المواصلات أه. لما كنت بركب اتوبيس وانا طالبه أه. رايحه كليه الطب كان لا تتصور المهانه اللي كنت بحس فيها وكنت بضرب الرجاله بالقلم عشان اقدر اركب الاتوبيس و... وفي الشارع ولكن انت توافقين مع الراي بانها فعلا ظاهره وخطيره الان في مصر. هي احيانا بيبقى انحراف المبالغه في اظهار التحرش الجنسي للتغطيه على التحرش الاستعماري والتحرش الاقتصادي م. والتحرش السياسي والتحرش الديني ده التحرش الح... الخطير ولكنها اتسعت زي ما قلت انه بسبب اتساع الهوه بين الفقراء والاغنياء وانه يعني انه في نوع من الافقار حصل للشعب المصري فده ادى لزياده بس لا يعني. نفصل ال... يعني اصل ساعات الاعلام يبالغ في موضوع التحرش الجنسي م. للتغطيه على المشاكل الأصلية الخطيرة أو الفصل بين الجنس والاقتصاد لأن لا يوجد فصل بين القهر الجنسي والتحرش الجنسي وبين القهر والتحرش الاقتصادي الداخلي والخارجي فلازم نربط عشان نفهم القضية لكن في مبالغة وخصوصا كمان في أمريكا وأوروبا في المجتمع الرأسمالي عموما هم عندهم مبالغة يخبوا المشكلة الطبقية الرأسمالية ويظهروا المشكلة الجنسية فاحنا نبقى واعيين لهذا تماما هو الموضوع ليس الاعلام فقط لانه مثلا يعني احصائيات حكوميه تقول ان سنه 2007 مثلا كان في 55 الف قضيه تحرش جنسي واداب عامه في مصر واضح انه زي ما قلت فعلا المشكله كمان يعني اكبر باعتبار انه طبعا في مشكله العنوسه في مشكله اتساع الزواج العرفي وايضا حسب احصائيات حكومية فإن 17% من طلبة الجامعة أو الجامعات في مصر حاليا متزوجون عرفيا طب وماله فيعني ومال. 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 آه ومال. ولكن هذا شيء يعني صادم بالنسبه للاسره المصري المصريه ومال. صادم بالنسبه للقيم والتقاليد آه. التي نغير القيم والتقاليد لان الزواج انه اي بنت عايزه تروح تتجوز عرفي تتجوز عادي مفيش مشكله لا مش كده آه. مش هي كده آه. الحريه تعني المسؤوليه الزواج في بلادنا الاسره تعيسه في بلادنا بسبب طغيان الاب وفساد الزوج الزوج بيما عنده حريه جنسيه الزوج المصري عنده حريه جنسيه واسعه تحت اسم العرف وتحت اسم الشرع والقانون فالزوج هو الذي يفكك الاسره أنت يعني يسيب تش... مراته بيبقى عمره تسعين سنه الرجل بيبقى عمره تمانين سنه وتسعين سنه بيسيب مراته وولاده ويروح يمشي مع بنت صغيرة او يروح للمومسات هذا هو الازواج في مصر كده لأن يعني صعب طبعا ان نعمم هذا مخصر. الكلام هذا كلام صعب لا جدا لا أنا بتكلم ولا عنك. يمكن تعميمه قبل لا لا اي حال من حضرتك بتقول آه. ان يعني مشكلة الزواج العرفي م. ده الزواج العرفي جه حل لمشاكل الزواج الرسمي لان الزواج الرسمي حواليه مشاكل كتيرة جدا م. جدا طيب ليه طب انت حل يعني ليه بتأيدي يجيه يجيه حل ليه مثلا بتأيدي الزواج العرفي مع انك مثلا معروف انك من اكثر المنتقدين لمثلا تعدد الزوجات في و... طب اليس تعدد الزوجات هو الاجابه الطبيعيه دلوقتي على يعني انتشار ظاهره العنوسة يقال انه في مصر في اكثر من 9 مليون عانس يعني اليس تعدد الزوجات هو الحل فعلا لا طب اشمعنى الزواج العرفي لا. نعم والتعدد لا. اه الزواج العرفي ده اتنين بيختاروا بعض بحريه بينهم وبين بعض بيبقوا متساويين طب تعدد الزوجات ايضا بيختاروا بعض و... لا و... تعدد الزوجات و... ما فيهوش لا. لا. اجبار يعني لا 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 تعدد الزوجات فيه اجبار ازاي ازاي ان الزوجه بتبقى متزوجه مع زوجها زوجها يروح يتجوز واحده ثانيه بدون رضا اه بس القانون الان <applause> ان هو يجب ان تكون يكون بعلم الزوجه الاولى وبالتالي تكون راضية راضية اه الرضا هنا نحلله احيانا هي راضية لانها خايفة من الطلاق لانها ما عندهاش ما هي لو طلقت يعني بغض النظر عن الاسباب هي ندرس. راضية ودلوقتي لا. القانون يتيح الخلع للمرأة يعني التي لا تريد أن تبقى مع زوجها تستطيع أن تذهب للمحكمة قانون الخلع وتحصل على خلع آه. لا قانون الخلع بيخدم المرأة أو الزوجة اللي معها فلوس يعني أنا عايزة فلوس عشان أقدر أخلع زوجي، أولا لازم المرأة تتنازل عن جميع حقوقها، يعني المسألة برضه قوة اقتصادية. طيب يعني الأفضل أنه يروح ان يتزوج من يعني امرأة أخرى ولا زي ما قلتي أنه يذهب إلى علاقات خارج إطار الزوجية؟ لا هو لازم ي... يا كده يا كده، طب المرأة هل بتروح تتجوز على جوزها؟ هل بتعمل علاقات خارج الدولة؟ لا يعني تستطيع, طب زي أن تحصل الرجل. تستطيع أن تحصل على الطلاق أو الخلع إذا أرادت هو يستطيع أن يحصل على الطلاق وبعدين يمشي صح ولكن يعني ما يمشي صح لا 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 أنا عاوز أقول لك حاجة ليه بنفرق بين الرجل والمرأة ونقول هو يروح يتجوز أو يعمل علاقات أو حاجات ولا نسأل نفس الأسئلة بالنسبة للمرأة المفروض عشان نعمل أسرة سليمة وانا عايز اقولك كطبيبه وكاتبه وباحثه اجتماعيه الاسره غير سعيده مفككه الفساد الاخلاقي للرجال خطير خطير المراه مقهوره لان المراه محكومه ده احنا بنحجبها ده احنا بنخليها مش بعيدة يعني هذا الحجاب ليس إذا له أي <applause> يعني علاقة بهذا الموضوع في الوقت اللي بنحجب يعني أنت كل شيء يتعلقين على علشان شماعة الحجاب كأنه هو لا بس استنى المسؤول عن كل عايز. المشاكل في مصر لا يا. أنا ما قلتش كده أنا, يعني بقول, في الوقت الحجاب اللي حمتها أنا حمتها بقول في الوقت اللي بنحجب فيه المرأة مم. بنطلق العنان للرجل علشان يمشي بغرائزه مم. كبهيمة إزاي يعني إزاي نطلق إنه يتجوز عليها أو يطلقها أو يعمل علاقات خارجية طب ما الرجل يحكم نفسه ما يحكم نفسه زي ما المراه بتحكم نفسها لماذا لا يتحكم الرجل طيب وهو أنت عارفه ان في مجتمعات مثلا الجنس نسبه النساء الى نسبه الرجال مثلا ستة الى واحد مثلا في في اوروبا مثلا في البوسنه مثلا يعني اليس تعدد الزوجات هو شرع فعلا لي يعني حكمه وحاجه حقيقيه عند المجتمعات لا, لا. تعدد الزوجات حل غير انساني لكثره عدد النساء يعني مثلا لما نيجي في مجتمع والنساء عددهم بقى أكتر من الرجال نقوم نحل للرجل أن يتجوز أربعة طب في الهند في مجتمع الرجال الرجال اكتر من النساء اكتر الرجال عدديا اكتر نقوم نحل للمراه انها تتجوز اربع رجال طب انت سمعت لا عن أنا بس هل, هل انت سمعت عن الدراسه اللي اصدرها اصدرتها دار الافتاء المصريه مؤخرا وقالت ان كل الاديان وليس الاسلام فقط يبيح تعدد الزوجات يعني على سبيل المثال الإنجيل الانجيل ليس به اي يعني ذكر ليحرم تعدد الزوجات لان جميع الاديان طبقيه ابويه الاديان كلها نشات في مجتمع عبودي طبقي ابوي فتعدد الزوجات جزء من هذا جزء من هذا لولا لكن لولا انه يعني حاجه انسانيه يلبي حاجه انسانيه لما شرع في كل الاديان وكل الثقافات وكل الحضارات كما تقول هذه الدراسه هو حل غير انساني لان المراه وضعها ادنى من الرجل عشان طيب. كده بيستسهل. يعني لا, لا 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 مش مساله اقناع طيب. يعني انا عاوز اقول ايه الحل الانساني تقبل انت ان انك انت تبقى زوجتك يبقى لها ازواج اخرين معاك انا عايز اسال لا عندي لا اندي. لا ليس هذا هو الموضوع ولكن لا هو انت تتحدثين عن الحل الانساني لا. مثلا لا. تعدد في كثير جدا من الحالات الزوجات هن التي يتطوعن ويطلبن من ازواجهن ان يتزوج باخريات مثلا في حاله حدوث مثلا عقم او غيره طيب. يعني في هذه في حالات انسانيه يكون التعدد فيها ضروريا وحتميا لا. يعني. التعدد افرض ان المراه لا لا تلد يعني عاقر وعايز هو ابناء يتفقوا مع بعض وبعدين المراه المراه ليه بتتفق مع بعض ازاي ما هم هم لا يعرفون هذا الا بعد الزواج يعني مثلا لا يعني يتركوا بعض يعني معنى ايه يحصل طلاق مثلا طب نهد الاسره يعني ولا يحسن يروح يتجوز واحده ثانيه المراه تتخلى عن كرامتها من اجل لقمه طب اذا كانوا هن راضيات يعني راضيات بسبب الذل مش دايما مش دايما والناس في احيانا بسبب الحب والعاطفه وان هم لا يريدنا ان يعني يهدمنا البيوت العامره وبالتالي يفضلنا ان تبقى الاسره وهو يذهب ويتزوج من اخرى وهو لما يخرج ويتزوج هذي من هذه الحالات موجوده من أسرة. في الواقع يعني. ولما يخرج ويتزوج الاسره مش ده بيهد الاسره لا مش صحيح لانه هذه الحالات موجوده وبكثره في كثير جدا من المكتبات. يعني عايزين ننقل على موضوع ثاني بس انا عايزه اقول قبل ما نقول كده انا ضد تعدد الزوجات وضد تعدد الازواج <applause> لانه هو ده اللي بيكسر الاسره. يعني هو ما فيش تعدد ازواج والحمد لله. مش خلينا نقلك على موضوع موضوع خطير اخر آه. طبعا وهو آه يعني اثار جدلا واسعا في مصر مؤخرا. اوعى تعمل مونتاج. لا مش هنعمل مونتاج. <applause> <applause> الموضوع وهو <applause> التوتر آه الطائفي طبعا في آه يعني او الحريات الدينيه بشكل عام آه طبعا بالاضافه للاشتباكات الطائفيه التي نسمع عنها بين حين واخر مؤخرا صدر حكم يسمح للبهائيين في مصر ب عدم ذكر دينهم في البطاقة الشخصية وحصل هجمات على بيوت للبهائيين في الصعيد وأيضا يعني حصل نشاط واسع لأقباط المهجر وشك ما سمي بالمجلس الدولي للأقباط يعني هذا هذا الموضوع انه يجب ان طبعا الاقباط كانوا دائما يطالبون بعدم ذكر الديانه في خانه أو يعني الديانة في البطاقة لأنه سبب للتمييز ولكن الشعب المصري يعني يرفض هذا والحزب الوطني أعلن أنه سيدرس هذا ثم تراجع وقال أنه لن يلغو خانة الديانة من البطاقة مرأة شوف كل الموضوع ده الصراعات الجديدة الدينية والإثنية البهائيين المسلمين المسيحيين الأباط السنة الشيعة كل دي ظواهر مرضيه بسبب الفروق الفظيعه المتزايده بين الناس وده بسبب احنا بنعيش في عصر الاستعمار الجديد احنا بنعيش في عصر الاستعمار الجديد من اجل ان قله قله في البيت الابيض تتحكم في بلايين الناس بتستخدم فلسفه معروفة فرق تسد مم. ورقة الدين أحسن ورقة لتقسيم الناس إزاي إزاي هم يسيطروا على 70 80 مليون في مصر مم. لازم يخلوا الأقباط ضد المسلمين والبهائيين ضد المسلمين والشيعة ضد السنة يعني لازم. أنتِ تقولي إن الولايات المتحدة تؤجج التوتر الطائفي مش في مصر. بس الولايات المتحدة الاستعمار الأوروبي الأمريكي الاستعمار الجديد الأوروبي مم. والامريكي وده يعني من خلال أيوة. مثلا دعم منظمات اخوات المهجر مثلا مش بس كده يعني عاوز اقول ايه حتى لما نفكر في بن لادن وجورج بوش انا دائما اقول بن لادن وجورج بوش توام توام يعني الولايات المتحده الامريكيه شجعت القاعده وشجعت الطالبان مين اللي جاب الطالبان باكستان مين اللي عمل صراع بين الشيعة والسنة في العراق ما احنا لازم نفهم الميكانيزم اللي بيشتغل بيه الاستعمار فرق تسد البريطانيين الاستعمار البريطاني حين جاء الى مصر احنا كنا مع الاقباط اه بس ليه ليه التوتر الطائفي زاد خصوصا في زاد في الفتره الاخيره مع زياده وشراسه الاستعمار الجديد كل ما الاستعمار الجديد والنظام الطبقي والنظام الراسمالي يزداد شراسه بيشجع الاديان طبيعي وفرق تسد زي موضوع الهويه كل الناس دلوقتي مضلله بكلمه الهويه كل ما اروح في حته يقولوا لي انت مسلمه ولا مصريه ولا افريقيه ولا عربيه ولا اسيويه ولا مسيحيه ولا يهوديه ايه ده اه نعره الهويه دي اللي تفرق طيب بس عشان الوقت عايز اسالك على الوقت يعني الوضع السياسي في مصر طبعا انت تسمعين طبعا ان كل يوم في اضرابات هنا وهناك عمال طلبه مدرسين اطباء وطبعا في اضراب السادس من من ابريل هذه <applause> هذه يعني الاضرابات المستمره وسط <applause> وسط يعني حاله من يعني حسب البعض انعدام اليقين السياسي لا نعرف بالتحديد ماذا سيحدث في مصر الرئيس مبارك سيحتفل قريبا يعني بعيد ميلاده الواحد والثمانين هناك جدل حول إن كان سيترشح لفترة رئاسية جديدة في 2011 أم إن جمال مبارك سيكون المرشح كيف ترين هذا الجدل؟ طبعا هو موجود في كل بلد مستعمرة كل شعب لا يملك قرار نفسه بنفسه حينما يكون البرلمان بيسقف بس هنا ما لا توجد معارضة قوية إحنا عندنا معارضة أنا بسميها المعارضة الشرعية اللي بتوافق عليها الحكومة. اللي هي الأحزاب المعارضة اللي أنت؟ بي... أه الأحزاب المعارضة اللي عملها السادات عمل م. المنابر وبعدين الأحزاب. م. أه ولذلك ليست فعالة. م. فين فعالية الأحزاب لو إنها نابعة من الشعب مش نابعة من الحكومة. م. أه كل دي ظواهر لما نحن فيه. آفة دولية. استعمار العالم ولكن خلينا في مصر كيف <applause> لا مصر ما نفصلهاش ما آه. انا لا افصل مصر عن العالم ما اقدرش اناقش انعدام اليقين السياسي مبارك جمال مبارك كل من يدعم جمال مبارك معلش لا <applause> انا انت عايز اسالك لا معلش انت انا اللي بسال, لا ان أنا بسأل. انت, بسأل انت أه. انا بسالك من لا. يدعم ابن رئيس الدوله في مصر هل الشعب المصري طب بينزل مظاهرات ليه ويقول لا للتوريث يعني ما هي القوة؟ يعني أنت ضد التوريث طبعا مين مع التوريث؟ أه. ولكن هل سينجح سيناريو التوريث؟ ربما لأن الشعب ليس له قوة ما م. هو لو الشعب منظم وواعي أنا بقول الوعي والتنظيم م. لو أن الشعب واعي ومنظم هينتخب اللي هو عايزه طيب نجاح سيناريو التوريث ماذا سيعني بالنسبة للأوضاع في مصر اقتصاديا اجتماعيا سياسيا إلى أين ستذهب مصر بقى تحت التوريث؟ سنة في نفس الطريق من منذ السادات حتى يعني في نفس الطريق الأمريكي الذي يؤدي إلى الذي يؤدي إلى مزيد من الفقر مزيد من الهوة بين الفقراء والأغنياء أوه. إحنا في دلوقتي عندنا اثنين أنا بسميه المجتمع القديم اللي هو كان اثنين في المية اتنين في المية يملكون كل شيء والباقي الأغلبية لا يملكون شيئا وبالتالي في رأيك كما قلت لا مش هتحصل ثورة ثورة الجياع هيقوموا الشعب الجعان يعمل ثوره ما هو لازم ياكل هياكل منين؟ اصل استمرار الهوه وازدياد الهوه بين الفقراء والاغنياء بس هذا طبعا يعني يشير ربما انه انتشار العنف آه انه يعني يحصل يعني شيء ما ضروري كل ثوره فيها عنف ما هو انت هتعمل ايه؟ هو ده ده دراسه التاريخ شعوب الشعب لازم يدفع ثمن حريته م. ما في شعب بتجي له الحريه كده على طبق الحكومه بتجيب له الحريه انا بضحك لما بص الاقي الاحزاب بتطلب من الحكومه الحريه والديمقراطيه المعارضه تقول لها يا حكومه ادونا حريه الشعب ينتزع الحريه بيده ويدفع ثمن الحريه هذا هو الشعب لكن شكرا. احنا شكرا جزيلا دكتوره نوال للاسف الوقت خلص مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعه ونشكر ضيفتنا الاستاذه الدكتوره نوال السعداوي وحتى الاسبوع المقبل هذا خالد الشامي مع فريق البرنامج يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله